الحمد لله على الطلاب بالنسبة لجميع المغاربة. نتمنى خير إن شاء الله. بالنسبة للإحساس ديالنا، إحساس بحالي بحال المغاربة كاملين حسينا، واخا حنا عندنا السفلي ما حسيناش بزاف بحال الناس اللي فوق منا. ونتمنى ما نسمعوش شي اخبار اللي غادا ما تفرحناش بالنسبه للجنوب، لان سمعنا مراكش بان تاثروا فيها وفيات والنواحي ديال مراكش، ونتمنى خير. دابا كاين واحد الناس هما خارجين، حتى واحد ما غادي يدخل لدارو ان شاء الله من حتى الجوج ولا ثلاثه ولا الله اعلم. يعني الناس راه كلشي كيسمعوا شي حاجه صحيحه وشي حاجه ما صحيحاش، ناس خايفه، ولكن كاين واحد التضامن ديال العائلات. عمري حسيت بهذه بحال هذه، عمري حسيت بها. جات واحد المره بنهار وما حسيناش بها بحال هذا الشكل، وجات مره اخرى بالليل وما حسيناش بها بحال هذه كانت مجهده. نتمنى الخير ان شاء الله للناس اللي هما كاع مخلوعين، وحنا دابا كنصبروا في الوليدات الصغار دابا كنصبروا فيهم، لانهم ما عايشينش هذا الشيء وخايفين. حسيت بالسداري دار بيا بحال ما كون نخرج برا. لا سيدي ما عقلتش عليه، ما عمرني شفت بحال هذا الزلزال، ما عمرني شفته. عندي 80 عام ما عمرني شفت هذا الشيء. دابا غتدخل الدار ولا غتبات في الزنقه اليوم؟ وحنا عاد الله غادي نشوف واش غندير. الزلزال حسينا به مزيان، علاش؟ جاب عادي والناس تخلعوا، وحسينا احنا بالدرجه ديال المحل، الدار اللي فيها المحل ديالنا، احنا الناس خرجت كتغوش كتقول لنا هربوا الدار غطي عليكم، وخرجنا. ولكن انا عرفت اشنو واقع، انا عرفت بالضبط بين وزنزال، ماشي الدار غطيحه ولا شنو. وتما الناس بدات كتخرج وتغوش، وكل اللي تخلع كل اللي طاح، وكاينه دار طاحت ديال الكورنيزات ديالها، وواحد دار نيت مالت حدانا حدا الدرب. الحمد لله على كل حال الامور، الحمد لله ربي يستر، ونطلبوا من الله الله يحد الباس. عمرنا ما سمعنا، ما عمرنا عشنا الظروف اللي عشناها دابا، والحمد لله ربي كبير هو اللي قاد الدار. ولا غتبقى في ان شاء الله؟ نقول على حساب انا بغيت نمشي للدار، ولادي جا من النعاس وهذه، ولكن على حساب الناس كلها اش كيقول، الاراء ديال الناس، كاين اللي باغي يبات هنا، كاين اللي فرش، كاين اللي جا من المنطقه ونعس برا، على حساب على مولانا. وربي يكون خير ان شاء الله، والله يحد الباس، والله يدير شي مخرج لهاد الناس. كيف خويا؟ الله، جيت من الخدمه شي 10 دقائق كنت تعشى والدار، حسيت بداك الشيء اخويا غريب صراحه ديال الله. ما عمرني عشت داك الشيء. صافي زيت الوليدات الدار، خرجنا برا، حنا لحد الان مازال باقيين برا. دابا تباتوا اليوم اخويا مكذب عليك، ما الدار ما بغاوش يدخلوا، ما قدرتش كلشي. دابا حنا برا فايحين برا، العائله كامله هما برا صراحه ديال الله. هادشي ما عمرنا عشناه، ما عمرنا شفناه صراحه، هادشي صعيب. ادار الله ومن يشاء. الناس خايبه بصح اخويا، هادشي راه لا اله الا الله. هاد الصوت غريب، و انا كنتعشى السداري كيلعب بيا كيمشي ويجي كامل، وليت باغي نخرج للزنقه العاره ندوز. هادشي السلام عليكم خوشك اللي ما كيصليش، الله يرحم الوالدين هو اللي صلى، الله يرحم لكم الوالدين. بنادم تخلع هذيك راعي دار من عند الله، الله يرحم لكم الوالدين كلشي. الله يعطينا حسن الخاتيمه، الله يرحم لكم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.